يا راغبا في الخير والحسنات، احفظ كلاما صيغ بالأبيات. الخير ليس بكثرة أو قوة، الخير كل الخير في البركات. كم من غني قد تكدر عيشه، يطوي لياليه على الحسرات. فاحرص على بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بتاريخ 27 من رمضان 1443 للهجرة، وضمن مشروع توزيع وجبات صائم نحن الآن داخل مخيم البيان، نقوم بتوزيع هذه الوجبات المقدمة من جمعية سفير جزاهم الله عنا كل خير. أخي في النظم بعد شتاتي، كنت ليا سور الكتاب مرتلا آياته في الج... بسم الله والحمد والصلاة والسلام على رسول الله. تم وبعمل الله تعالى تجهيز هذا المطبخ الرمضاني لتجهيز وجبات الإفطار وتوزيعها على مخيمات النزوح في الشمال السوري. تقدر استطاعة هذا المطبخ ب4000 وجبة يوميا، حيث يقدم وجبات إفطار للصائمين متنوعة في حال المخيمات التي تعيش في حالة مأساوية من ارتفاع الأسعار وقلة الموارد. ساهموا معنا لنرسم البسمة على وجوه العائلات الكثيرة التي ربما لم تتذوق اللحوم منذ عام كامل. في هذا المطبخ أيضا يقبل تبرعات الخراف والعجول، حيث خصص هذا القسم لأجل تحصيص اللحوم وتوزيعها على مخيمات النزوح في الشمال السوري. أنجز شؤونك في البكور معجلا، واحرص على تقوى أخي بثبات. كن واصلا يا صاحبي رحما، وإن قطعت وصلهم يا أخي بصلاتي. كن شاكرا دوما لرب منعم، واستغفر الله من الزلات، واستغفر الله من الزلات. يا راغبا في الخير والحسنات، احفظ كلاما.